يوم أمس أنهينا كافة الإجراءات الخاصة بتدريب معاوني مدراء المحلات والقرى. استمر التدريب لمدة 15 يوم. أنهينا التدريب بشكل كامل. حاليا نستعد لعملية الحصر والترقيم للمباني والدور والمساكن لجميع مناطق محافظة نينوى. سيبدأ العمل الميداني في نهاية هذا الشهر إن شاء الله. تعقب هذه العملية عملية الحصر والترقيم استعداد لدورات العدادين. سيكون هناك أكثر من 8000 عداد سيتم تدريبهم خلال مدة أسبوع ومن ثم العمل لمدة شهر. الكوادر التي نفذت تنجزت التدريب هي كوادر تربية نينوى، لكن سيتم الاستعانة ببعض الدوائر الأخرى لتغطية العجز الحاصل، كون عملية العد ستكون في شهر 10 وشهر 11 وقد تأثر على العملية التربوية. وارتئينا أن نستعين بموظفي دوائر الدولة الذين أرسلوا بياناتهم إلى مديريتنا أو الذين تم استيفاء بياناتهم من خلال الرابط الذي تم فتحه في من خلال منصة أور. حاليا يجري العمل على تفريغ البيانات ومن ثم تهيئة الكوادر وتبليغهم للمشاركة بعملية التعداد التي ستنفذ في 2011 من هذا العام إن شاء الله. شملت الأقضية والنواحي وفقط مركز المدينة؟ لا طبعا، التعداد شامل لجميع الوحدات الإدارية في محافظة نينوى. سيتم ترقيمها من قضاء سنجار، قضاء مخمور، شيخان، الموصل، حمدانية، تلكيف، بعاج، الحضر، كل هذه الأقضية سيتم تنفيذها بشكل كامل وفي جميع أنحاء العراق وليس في محافظة نينوى لوحدها، وبالتنسيق مع طبعا اقليم كردستان ايضا يتم العمل في نفس التوقيت. هناك دعم متواصل من ديوان المحافظه، السيد المحافظ قدم لنا دعم متكامل فيما يخص الدعم اللوجستي وتوفير الحمايه وتوفير كل احتياجات الدورات، وستعقد اللجان المختصه اجتماعاتها لتسهيل تنفيذ هذه العمليه الكبيره والمهمه والتي ستخرج بنتائج تسهم في تصويب القرارات واتخاذ الاجراءات وايضا وضع الرؤى والسياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المشهودة للمحافظة إن شاء الله.